يواجه فريق شباب القبائل فريق اتحاد الخنشله في الجوله السادسه من الدوري الجزائري لكي تشاهد معنا المباراه معرف فضل التطبيق زر لايك واشتراك بالقناة شكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراه ملعب حسين احمد ستيديوم بمدينه زاوزو في تم الساعه الخامسه والنصف مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعه السادسه والنصف بتوقيت القاهره والساعه السابعه والنصف بكل من توقيت السعوديه وقطر والامارات سوف تتعد المباراة عبر قناة الجزائر الرابعة الناقل الحصري للمباراة تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة بالنسبة لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل ايضا خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة اضربكم لكم موعد في موعد قادم